تحية من فريق MTV Alive لعصام بريدي، ونبذة سريعة عن حياته. رح ناخد أيضا اتصالات مع محبينه، مع زملائه، مع الأشخاص اللي مضوا معه آخر لحظات حياته بسهرات الويك أند. نعرف قدي كان يحب الحياة، منعرف كمان قدي كانت أدواره الكوميدية يمكن أكتر بكتير من أدواره الدرامية، لأنه هو كان هيك، لأنه هو كان البسمة ما بتفارق وجهه، وهو كان محب للحياة وللأصحاب، ودايما في وراء وحوالي ناس كل الوقت. ولد أكيد بفيترون بتسعة أدار 1980، اشتهر بأدواره الكوميدية أكثر من الدرامية. درس التمثيل بمعهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية، وعمل بمجال المسرح والسينما والتلفزيون. علم كمان المسرح وتقنيات المسرح بورشات عمل وأيضا بجامعات لبنانية. برصيده العديد من المسلسلات التلفزيونية، بنذكر منها أكثر ما نعرف فيه هن آدم وحواء، لعبة الموت، زفة، مدام كارمن، لو، وآخر مسلسل علاقات خاصة يلي شفنا آخر مشهد منه وكان شيء بالفعل بنقز كتير، يا ريت كان مشهد فقط. رح ناخد اتصال من بديع أبو شقرة الممثل. صباح الخير بديع. صباح النور، كيف صحتك؟ منيح، ماشي الحال. بديع، شفنا اخر صوره حتى وسام على عصام عفوا على السوشيال ميديا، وكنت موجود فيها. وين كانت السهره؟ كيف كانت اخر لحظات انت وياه؟ نحن كنا بالحمرة، و ليله السبت، ليله الجمعه قبل بيوم. نعم. وكان انا عصام بلتقي فيه بس اجي من السفر هيك بشوي، لقاءات متقطعة يعني، بنحكي مع بعضنا وبنلتقي. كنت حس انه هالإنسان في عنده انرجي، في عنده طاقة كتير إيجابية، بضحكته بيحب يعزم، بيحب يكون حوالي الناس والناس حوالي، كان في طاقة كتير إيجابية. وكانت هيدي السهرة اللي سهرناها كانت كلها هيك ضحك وابتسامة وفرح وأمل. ويا ريت الموعد التنين اللي كنا متواعدين نرجع نلتقي ونقعد نشرب كاس، يا ريت بيرجع بيجي. رح نضلنا ناطرينه هذا الموعد. عصام نجم ومحبوب، وكل الناس بيحكوا بابتسامته وبضحكته، قديش بيحب يضلوا يعزم الناس ويهتم فيهم. رح نحكي كمان، قلت عنه ممثل، وقلت عنه ممثل يعني نجح بالكوميديا أكثر من الدراما، بس أنا بدي أقول لك إنه الكوميديا اللي بتكون فيها ابتسامة وعمق بتكون بعد أهم من الدراما. نعم. بديع، بدي استبقيك على الخط، بعد عندي هيك كم سؤال حتى نفوت أكثر يمكن بتفاصيل علاقتكم إن كانت مهنية أو علاقة الصداقة اللي بيناتكم. بدي أخذ اتصال مع سارة أبي كنعان، لأنه رح تطلع بالطيارة بعد ثواني لحتى نلقطع بلا تقول شيء عن عصام. سارة بونجور. بونجور جميعا. سارة، نحن بنعرف انك على المنطار ومعك كم ثانية لحتى تقدري تحكي فيها معنا، شو عبالك تقولي له؟ انا بالاول بدي اقول انه صحيح قديش الله بيحبه لعصام، فاخذوا نهار عيد القيامة، فهذا بركي هذا الشيء اكيد ما بي منه تبرير او شيء، بس هذا بركي شو بيعزلنا قلبنا. بدي ارجع اتوجه لعائلته، لبعض أصدقائه المقربين بالتعازي، وبدي أقول إنه شو حلو إنه كل شخص بيشوفنا هلا بيقلنا العود بسلامتكم كان إحنا كممثلين، فقديش هذا بدل على إنه عن جد كان هو معتبر كل الممثلين كعائلته. ومنشوف العلاقات منها علاقات بس مهنية، إنما صداقات متينة بينه وبين الكل. سارة، يعني ما في منافسة، ما في غيرة، ما في إلا محبة وفرح وحب للحياة. كان عندك آخر دور بلو معه، كيف كانت التجربة؟ أنا كنت بما أني ممثلة معه قبل، كان شيء كتير مهضوم إنه جانا التقينا بهيك عمل.
هو شخص كتير مريح بالشغل، هو شخص كتير متواضع، هو شخص بيساعد الشخص اللي قباله. أنا بلو كذا مرة عتاني ملاحظات كذا مرة. كان بعدك يمكن شوي ببداياتك كمان، يعني قد بتستفيد من خبرته بهيك؟ صح، وكونه هو متعلم ودارس التمثيل. ومؤخرا صورنا كمان مع بعض بنت الشهبندر اللي حينعرض على رمضان، فإن شاء الله هذا الشيء يكون تكريم لألون. أنا كتير زعلانة لأنه السنة طلع هو بكذا عمل ورجع، كأنه منحس أنه عصام رجع قلع عن أول وجديد. سنة كان عنده طموحات كتيرة كان حابب يعملها، أشغال كتيرة كان حابب يعملها. بس على كل هالأعمال هي يلي بتخلد ذكرى كمان بيناتنا يلي منقدر نرجع نشوفها كل ما اشتقنا له. بدي أشكر اتصالك سارة، بدي أتمنى لك سفرة موفقة والمسيح قام حقا قام. شكرا لك. رح أرجع لاتصالي مع بديع. بديع عم تسمعني؟ بسمعك. بديع، كيف كانت العلاقة المهنية؟ يعني نحن بنعرف أنه ببعض الأحيان بيكون في بين الفنانين نوع من منافسة شوي بتصير ثقيلة أو بتميل أكتر لهيك غيرة أو لحتى يمكن تتناتشوا بعض الأدوار. كيف كانت هالعلاقة مع عصام؟ هيدي أكيد مش بيناتنا. نحن الجو التمثيلي كلنا أصدقاء وكلنا بنتمنى إنه الواحد ياخد المكان اللي بيناسبه. أنا ما اشتغلت مع عصام ولا مرة على ست ولا على خشبة المسرح، بس أنا بحكيكي كمشاهد. أنا الأعمال اللي كان يعملها كنت اللي بتنبسط بالناس اللي بيكون عنده نكهة خاصة. هيدي يعني قد ما درس الواحد وقد ما عمل وقد ما اشتغل ما في خلقة. هيدي بتكون موجودة فيه للإنسان. صحيح. عصام كان عنده نكهة خاصة لأنه كنت بتحضريه بتحسيه كتير قريب، وهيدي الإنسان ما في يدرسها لو شو ما عمل، ما في يوصلها. كنت كمشاهد استمتع جدا بآدم حوا، كنت مع أنه هذا المسلسل اللي هو فقرات صغيرة بس كنت أعتبره من أهم المسلسلات الدرامية، قد ما كان حقيقي وقد ما كان يفوت بسرعة علينا ويأثر فينا مع ابتسامة. هيدي بتحسي انه كان هو بالمكان المناسب، لو مين ما اجى محله ما كان قدر يعمل اللي عمله، كل شخص بالمكان أكيد. المناسب. نعم. كيف صرتوا اصحاب؟ ما في ابدا مناسبة بيناتنا، وخاصة هلا باخر فترة يعني كانت عم تفتح بوجه هو والشباب اللي عم يشتغلوا بالدول العربية وعم بيصيروا معروفين بالدول العربية. كانت شغلة ايجابية جدا. نحن رح نضلنا نتذكر ورح نضلنا نحضره بقلوبنا ورح نضلنا نحبه، وين ما رحنا وكنا نشوفه رح نضل نتذكره ونحبه ونقول انه هيدا نجم. كل الناس لاحظتي قديش الناس حكوا عنه، المقربين واللي ما بيعرفوه قديش هو قريب للقلب، وقديش بين قديش عنده معجبين كانوا يتابعوه وينطروه. يعني بس هيدي شو بدنا نساوي، هيدا القدر، ونحن ما فينا نعمل شيء إلا أنه نتذكر، ومش بحزن، بابتسامة. صحيح. بعرس يعني مش 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 مقتم هو. يعني نحن كل ما نشوفه على الشاشة ما فينا إلا ما نبتسم وهيك ونكون معجبين بهالشخصية اللي كان عنده إياها، اللي عن جد كانت توصل هالذبذبات الإيجابية من خلال الشاشة على بيوت كل الناس، وهذا اللي بين اليوم من بعد رحيله. بدي أشكرك بديع أبو شقرة، بدي أعزي كل أهل الفن وكل الزملاء لعصام بريدي. شكرا لك. رح منشوف مشهد من زفة هيك لنستعيد هضامة عصام بريدي. تجداد أنا سالي عم تلفي نقول لك هابي نيو يير قبل ما يخربطوا الخطوط. ألو ألو، الموسيقى كتير عالية عندي ما عم بسمع شي، عم بحكي لحالي. ألو جيت؟ يس. هذا داد من لندن ما كنت عم بسمع شي. بارارارام. شو هيدا؟ افتحي. جاد شو هيدا؟ بحبك سارة، بحبك. مجنون انت مجنون، من وين جبتو هيدا؟ افتحي. سرقتو بيك. سرقتو؟ هابي نيو يير. قد ساعة معك جاد؟ ما معي ساعة هيدي. بلا تطلع قد الساعة.
وين ساعتك جاد؟ بإيدك حياتي. يعني قدي حلو انه نرجع نشوف هالاشخاص يلي رحلوا عنا ونرجع نتذكرهم هيك لما منشتاق لهم. درس التمثيل بمعهد الفنون الجميله بالجامعه اللبنانيه، وايضا تخرج من برنامج استوديو الفن عام 2001 عن فئه الاغنيه الطربيه العربيه، وكمل بدراساته وكمل انه هو كمان يعلي محترف التمثيل، وكان عنده بعض التجارب كمان الغنائية. رح ناخد اتصال مع نقيب جان قسيس. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا، سلامتكم جميعا. العوض بسلامتكم أنتو كمان. بعرف أنه خسارة كتير كبيرة عليكم. شو بتحب تقول عن عصام اليوم؟ يعني قد ما نحكي كيف بفتكر ما رح يعزينا كلنا. عصام فقدناه هيك فجأة، زهرة من زهرات الفن اللبناني. أنا كان يفترض مثل ما قلت أكثر من مرة بهالوقت كون أنا وياه بالنقابة عم نحكي بمشروع شغل. الحقيقة ما قدرت أحزب بمقابلته آخر مرة، ربما حرقة وقصة ترك لنا إياها عصام. عصام كان وعد بالمستقبل بالفن اللبناني، لأنه اللي عطاه عصام سواء بالتمثيل أو بالغناء أو حتى بالتعليم الجامعي بفتكر ترك بصمة كبيرة كتير، وهالبصمة ما بتنمحى بسهولة مثل ما بنمحى غيابه من قلبنا ابدا. استاذ جان، مع هالهجمه على التمثيل، اشخاص يمكن دارسين او اشخاص غير دارسين، وين بتصنف عصام؟ عصام حقيقه قلت قبل كمان انا انه عصام من اول مشواره بعد تخرج من معهد الفنون، يعني أنا خريج معهد الفنون، أستاذ معهد الفنون، أنا عضو برابط خريجي معهد الفنون، بتعرفي بنرافق بعضنا البعض، نحن بأجيال وراء أجيال. من أول ما تخرج عصام وطل بلش يطلع على الشاشات وثاقبت، كان لي فرصة إنه اشتغلنا سوا بعمل من الأعمال. بالحقيقة كان العمل كتير كتير من أول مرة عم بقول حطني قدام شخص واعد، يعني كان ممكن عصام لو الله طول بعمره يحقق نجومية أكبر من اللي حققها لهلأ. لأنه عنده كل الإمكانات، عنده طلي، عنده شغف، عنده الحضور، عنده الأخلاق بالتعامل مع زملائه الممثلين، وهيدي شغلة حقيقة أحيانا نفقدها بالوسط الفني، لأن واحد شوي بيشوف حاله طلع الشاشة صار عنده شوية اسم أو شوية شهرة، صح، ببلش يتصرف بقلة أخلاق مع الزملاء الأكبر منه سنًا أو حتى زملائه ورفقاته. لا، عصام الشهرة ما خلته يسكر بالشهرة ولا خلته يضيع، كان دايمًا عصام الحلو اللذيذ المهضوم الحبوب اللي بيحترم الأكبر منه وبيتعلم وما عنده خجل يتعلم من الناس اللي قبله. نعم، وما كنا نحس انه عم يركض ورا الشهرة او عم يركض ورا الادوار الرئيسية. لا 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 لا، ما الله بيعطي هيدي الكاريزما، هيدا الحضور، يعني هيدي الله. وبعدين هو دارس ومثقف وعارف حاله كيف عم يرسم طريقه، كان ربنا سبحانه وتعالى ما خلاه يكمل الطريق الحلو اللي كان عم يرسمه. بدي أشكر اتصالك وبدي أشكر كمان وجودكم وعزيكم كلكم. شكرا لك أستاذ جان قسيس. رح نستعيد مشهد من يمكن أكثر مسلسل نعرف في عصام بريدي آدم وحواء، ليضيف إلى موهبته التمثيلية موهبة غنائية. أنت بروح عند الجيران يعني؟ تفضلي. شو عم تحسب هلأ؟ عم بحسب الوقت يلي عم ضيعي لي من حياتي على الفوفاش ياسمين. إذا قلت نص ساعة ضرب 30 بيطلعوا 15 ساعة بالشهر. لحظة، ليش 30؟ أنت سبت وأحد ما بتشتغل، معلش. عادي ياسمين، يعني 10 ساعات منيح ضرب 12 شهر بيطلعوا 120 ساعة بالسنة، يعني
1200 ساعة بالعشر سنين يعني 12000 ساعة بالمئة سنة. ها انت رح تعيش 100 سنة لأنه سيسي. لا ياسمين على هالحالة حبيبتي ما رح ضايل لشهر الجاي. معلش يا عصام يعني حبيبي 120 ساعة ضرب 50 أنا وقت تعرفت عليك قد ايه كان عمرك يا عصام وقت تعرفت عليك؟ خبرتك اخي نكتة بتعقد اشوف وحده كتير كتير حلوه اتجوزت واحد بشع بشع بتجي على البيت بتلاقي صاحبتها نايمه حده بالتخت لو ليه يا هبله انا مجبوره فيه انت شو جابري مش حلوه؟ لا عم تخبريني هالنكتة ياسمين شو عم خبرها حلوه لا؟ لا شو ذكرك بهيدي النكتة بالذات وعم تطلع بالمرايه وتقولي مره كتير حلوه وزلمه كتير بشع يا عصام مش معقول عليك شو صاير صغير انت ياسمين عم بحكي معك تعي لهون يا سميع بحكي معي معلش انا زلمة مش مشع ابدا بالعكس شايف حالي ومش مصدق عصام يلي حبته الناس ويلي حبته الأضواء ويلي حبته الشاشة الله حبه أكتر منشان هيك يمكن أخده لحتى يعيش معه ولحتى يشوفنا من فوق ويصلي لنا ويكون معنا من فوق نحن بدنا نعزي الجميع بدنا نعزي عائلته وتحديداً وسام بريدي رح منرجع منشوف كلمة وسام وطلب وسام اللي طلب أنه بكرة يكون عرس ما يكون في حزن ما يكون في بكي ويكونوا الكل لابسين أبيض رح منشوف وسام ومناخد بريك كبير صراحة واللي بدي أقوله اليوم أنه اليوم بباب الجنة مفتوحة وبباب السماء مفتوحة ويسوع قال أنه قال له للخاطئ اللي حده اليوم تكون معي بالفردوس النهار هذا الأيام يمكن أنا فقدت نص التاني بهالحياة بس بعرف أنه عصام دخل فرحة على قلوب كتير من الناس كل اللي بحبوه اللي ما بحبوه كل الناس اللي موجودين أنا بدي أقلكم أنه أنا شبينه لعصام عصام أنا كان لازم أقفله بعرسه وهلأ بوديعه بدي أوقف بعرسه كمان وبدي أعمل له عرسه وبدي أطلب من كل واحد بدنا نفرح كلنا بعصام نحن الثلاثة ساعة أربعة رح نكون موجودين تنعمل له عرس مش جنازة بدي أطلب من كل واحد هذا نصي هذا حياتي هذا الإنسان اللي ربيت معه كل عمري وكل حياتي نحن إذا كنتوا بتسألوا عن الإخوة الناس كانوا بيتمثلوا بالإخوة بدي أطلب من كل واحد حقيقة بحب عصام لأنه يمكن هو كان رح يطلبه نحن رح نعمل له عرس وبقول عرس وما بدي حدا يزعل بدي الكل يكونوا مبسوطين وفرحانين لانه بدي اعمل له عرس بدنا نغني اللي بحب يغني يجي يغني اللي بحب يجي يدق هذا عصام لانه كان هيك فرحته وهيك كانت ناسه ورود بيض وكلكم تكونوا لابسين ابيض ما بدي اشوف حدا حزنين ما بدي اشوف حدا حزنين الحزن اللي بقلبي انا بكفي ما بدي اشوف حدا حزنين دعوه وسام